كانت العلاقة الجنسية بين الشريكين؟ بعد ما حكينا عن أهمية اختيار الشريك المناسب وكيفية بناء علاقة صحية وسعيدة، نختم هالمحور بالحديث عن العلاقة الحميمة أو العلاقة الجنسية وأهميتها بين الشريكين. طبعاً هذا موضوع دقيق وبيعتبر من المحرمات أو التابويات بمجتمعاتنا العربية، وهناك صعوبة بشكل عام بفتح حوار عنه إن كان بين الأهل والأطفال أو بالمدرسة ولو حتى بأسلوب علمي، وهذا بينطبق على أغلب النساء وبشكل خاص على النساء ذوات الإعاقة، لأنه يوجد عدة مفاهيم ومعتقدات مغلوطة مضرة على الحياة الجنسية للنساء ذوات الإعاقة، واللي رح نتناولها ونستعرض تأثيراتها السلبية على خياراتك. مثل ما ذكرنا سابقاً، الهوية الشخصية هي الوعي الناتج عن تجربة شخصية بتسمح لنا نشعر بفرادتنا يلي بتميزنا عن الآخرين، والبعد الجنسي هو جزء من هيدي الفرادة بتتميز فيه كل امرأة ذات إعاقة. من المهم التأكيد بداية أن الحياة الجنسية والهوية الجنسية بتتكون على صغر وبتنمى بتتطور كباقي مكونات الهوية، إن كانت جسدية، عاطفية، علائقية، فكرية، اجتماعية أو روحية. وبالتالي النساء ذوات الإعاقة هن كباقي الأشخاص عندهم مشاعر ورغبات بتطال البعد الجنسي بحياتهم، لابد من الإصغاء لها، مرافقتها، ومعرفة كيفية ترجمتها حسب المسيرة الشخصية لكل شخص، مع تمييز لمتطلبات البيئة. عدة تحديات بتعترض النساء ذوات الإعاقة بما يخص بلورة هوية حياتهم الجنسية، نظرا للأحكام المسبقة والمعتقدات الخاطئة اللي بتربوا عليها، واللي بتحد من قبول هذا البعد بحياتهم وانعكاسها السلبي على خياراتهم العاطفية بما يتعلق برغبتهم بالزواج والإنجاب والأمومة. رح نستعرض 3 معتقدات خاطئة عن الحياة الجنسية للنساء ذات الإعاقة. أولا، النساء ذات الإعاقة هن كائنات مجردات من المشاعر الجنسية. واحدة من أهم وأخطر المعتقدات يلي بتطال النساء ذوات الإعاقة وكأنه الملائكة ما عندهم رغبات ومشاعر جنسية، وبالتالي منهم بحاجة حتى لتربية جنسية مثل باقي النساء. هذا الأمر بيأثر سلباً على صورتك الشخصية وأنوثتك وإيمانك بإمكانيتك أن تكون جذابة مثل باقي النساء، وأنه إعاقتك ما بتلغي مشاعرك الجنسية ولو أنه التعبير عنها بيختلف من إمرأة لأخرى. تصحيح هذا المفهوم أساسي لتكوين هوية جنسية متوازنة وللتسلح بالمعرفة الصحيحة بما يخص حياتك الجنسية. ثانياً، الجنس يجب أن يكون مسألة طبيعية وعفوية. هذا معتقد مضر لجميع الناس وبشكل خاص لنساء ذوات الإعاقة، لأن الجنس بالعمق هو لغة منخاطب فيها الآخر بحميميته الجسدية والعاطفية والنفسية. هذه اللغة بحاجة لتواصل ومشاركة عميقة وصريحة عن كيف بحب أنه عبر وترجم رغبة الجنسية مع الشريك. هاللغة بتطلب مسيرة لتنضج وتترجم بتعبير بيرضي الطرفين وبيسمح أنه يحتفل بالحب من خلال هاللغة المميزة. فعدم التكلم والمصارحة بهذا الموضوع دون أي محرمات بيعرض العلاقة الجنسية للفشل والكبت والخيبة. 3، النساء ذوات الإعاقة يجب أن لا يكون الجنس من أولوياتهم. هذا المعتقد بينطلق من فكرة أنه الإعاقة بتحد النساء بخياراتهم وبتمنعهم من أنه يعيشوا حياتهم مثل باقي النساء، كون المرأة ذات الإعاقة ستواجه بالتالي مشاكل وتحديات بتكبر حياتها وبتجعلها شخص بائس ما بيملك إمكانية التفكير بحياة جنسية أو حتى بعلاقة عاطفية، وكأنه الحياة الجنسية هي ترف لا يمكن أن تكون متاحة لها. هيدي الفكرة بتجعل المرأة تشعر أنها غير مرغوبة، وبالتالي بتتغاضى عن البعد الأنثوي بهويتها وبتتماهى مع نظرة الناس على أنها كائن أقل شأنا من الآخرين. لذا من الضروري أنه تعرف المرأة ذات الإعاقة أنه إعاقتها مع كل التحديات ما بتعني أبداً أنه تتنازل عن حقها أنه يكون عندها حياة جنسية بتتناسب مع نظرتها الإيجابية لنفسها، لأنه هيدي النظرة هي المفتاح الأساسي بتقبل البعد الجسدي بهويتها. وأنت شو هو تصورك عن حياتك الجنسية كامرأة ذات إعاقة؟ شو هي المعتقدات اللي تربيت عليها من قبل أهلك والمجتمع؟ وكم ساعدت هيدي المعتقدات بتكوين صورة إيجابية عن أنوثتك وعن نظرتك للحياة الجنسية؟ هل أنت مستعدة للدخول بحوار عميق مع ذاتك في حال كنت بحاجة لتصحيح نظرتك للحياة الجنسية وليكون عندك معلومات علمية ودقيقة ونظرة إيجابية حول هالموضوع؟ يمكن المسيرة منا هينة، ولكن جزء من صحتك النفسية مرتبط بتبني نظرة صحية للحياة الجنسية. فكيف ممكن للنساء ذوات الإعاقة أن يقوموا ببناء هوية وحياة جنسية صحية؟ المدخل الصحيح هو بالمعرفة العميقة لجسدك وكيف ممكن تتعرفي أكثر على مشاعرك ورغباتك من ناحية البيولوجية والنفسية والعاطفية، لأنه البعد الجنسي بيطال كل هيدي الأبعاد. فبقدر ما بيكون عندك وعي ومعرفة عميقة، هيدا الشيء بيسمح لإلك بالتواصل مع شريك حياتك حول كيف يمكن تكونوا مبدعين بالعلاقات الجنسية، وأنه تلاقوا دائما بدائل للمحدودية الجسدية يلي ممكن تكون موجودة. طبعا الإعاقة ممكن تحدث بعمر كبير نتيجة حادث أو مرض معين،
وهون بشكل تقبل هوية المرأة الجديدة تحدي آخر قد يكون بحاجة لمرافقة طبية ونفسية حتى تتصالح مع الواقع الجديد وتعيد ترميم الهوية الجنسية عندها. التحدي بيكون صعب كمان إذا كانت المرأة متزوجة، لأنه على الشريك أنه يستوعب هذا التغيير ويتكيف مع الواقع ليعيدوا صياغة علاقته الجنسية وإكمال المسيرة. ويطرح أيضا السؤال عن كيف أنه النساء ذوات الإعاقة ممكن يحموا نفسهم من العنف الجنسي. من المهم أنه تعرف أنه الوعي حول حياتك الجنسية وتكوين نظرة إيجابية عن هذا البعد بيعزز صحتك النفسية وثقتك وتقديرك لذاتك، وبيعطيك مناعة أكبر ومعرفة لكيف تجنب أي إساءة أو عنف جنسي ممكن تتعرض له وتقدر تواجهيه من دون خوف وتردد. فبعض الأشخاص يمكن أنه يتوددوا عاطفيا لهدف جنسي بحت، أو يستغلوا إعاقتك حتى يتحرشوا جنسياً بشكل مباشر أو غير مباشر. من هون ضروري أن يكون عندك الوعي والقدرة للتمييز وأخذ الموقف المناسب لوضع حد لهالتحرش والدفاع عن نفسك والتبليغ إذا لزم الأمر. تأمين الحماية اللازمة بهذا الإطار بيبدأ بالتوعية الجنسية الصحيحة وتكوين شخصية بتعرف حقوقها بشكل كامل وما بتتنازل عن دفاع عن حقها باسم المحرمات الاجتماعية ومفاهيم مغلوطة بتتعلق بالشرف والعار وما إلى هنالك من معتقدات بتجعلك تلتزمي بالصمت تجاه أي نوع من الاعتداء أو التحرش الجنسي. بيساعد بهذا المجال البحث والاطلاع على منظمات وجمعيات نسائية للدفاع عن الحقوق، فوجود جامعات داعمة تسمح أنه تتعرفي على حقوقك. لمعرفة المزيد عن موضوع الصحة الجنسية ممكن تزوري من خلال ملحق الرابط يلي بيحتوي على معلومات هائلة وموضوعات أخرى بتطال البعد الصحي بحياتك. طبعاً العلاقة الجنسية غير مرتبطة فقط بتبادل الشعور باللذة والاحتفال بالحب. عدة نساء ذوات إعاقة بيرغبن بالإنجاب وتربية الأولاد. ولمعلومات أكثر عن موضوع الصحة الإنجابية عند المرأة يلي عندها إعاقة بنستقبل الدكتور رامي عاصي، إخصائي بالجراحة النسائية العقم وأطفال الأنابيب. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك سيد فادي، أهلا وسهلا. السؤال الأول بينطرح، شو أهمية الصحة الإنجابية عند الأشخاص ذوي الإعاقة؟ أول شيء خلينا نحكي عن تعريف الصحة الإنجابية عند النساء ذوات الإعاقة. أوكي. الصحة الإنجابية الجيدة عند النساء ذوات الإعاقة هي حالة من السلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية الكاملة بجميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي، يعني قدرة الإنسان على التمتع بحياة إنجابية مرضية وآمنة، والقدرة على إنجاب الأطفال وحرية القرار فيما يتعلق بإنجاب الأطفال وموعده وعدد المرات. تحتاج النساء والفتيات من ذوات الإعاقة إلى معلومات مناسبة حول الدورة الشهرية، مثلاً اضطرابات الهرمونات يلي بتأثر على الصحة الإنجابية، أسباب العقم، تنظيم الأسرة، التوعية للأمراض السرطانية وكيفية تعزيز الحمل الصحي واتخاذ قرارات مستنيرة لتحديد مسار حياتهم. دكتور رامي، شو هو الشيء الضروري نعرفه عن الجهاز التناسلي عند المرأة؟ الجهاز التناسلي عند المرأة هو بتكون من المهبل يلي هو الطريق إلى الرحم، وعنق الرحم وهو جزء من الرحم وهو الوصل بين المهبل والرحم، قنوات الفالوب وأنابيب الرحم يلي بتوصل الرحم بالمبايض. أما المبايض وظيفتهم إلقاء شهرياً بويضة داخل الأنبوبة، وأي خلل بهذه التركيبة ممكن أن تؤدي إلى تأخر في الإنجاب أو حتى خلل بالدورة الشهرية أو حتى خلل في الخصائص الجسدية الأنثوية. لازم نعرف أيضاً أن معظم النساء ذوات الإعاقة بيتمتعوا بنفس الخصائص الأنثوية والإنجابية الموجودة عند النساء من غير الإعاقة. دكتور رامي، في معتقد سائد أن النساء ذوات الإعاقة غير قادرين على الحمل والإنجاب. طبعاً خطأ. ليش؟ لأنه ممكن النساء ذوات الإعاقة أنه تحمل وتنجب طبيعياً أو قيصرياً حسب نوع الإعاقة، وأنه تنال المعاملة الروتينية لمتابعة الحمل من قبل الطبيب المختص والرعاية الصحية اللازمة بما يخص الصحة الإنجابية. للنساء ذوات الإعاقة نفس المسائل الصحية مثل أي نساء أخريات، لذلك يتم معاملتهم من الناحية الطبية المتعلقة بالصحة الإنجابية مثل أي نساء من غير إعاقة. هل صحيح دكتور رامي أن الدورة الشهرية عند النساء ذوات الإعاقة تختلف عن النساء يلي ما عندهم إعاقة؟ كمان خطأ. ليش؟ لأن الدورة الشهرية إجمالاً ما بتختلف من امرأة ذات إعاقة من امرأة من غير إعاقة، وعلى المرأة ذات الإعاقة أن تعرف بعض المعلومات عن الدورة الشهرية. شو هي؟ مدة الدورة الشهرية تتراوح بين 23 يوم و35 يوم كحد أقصى،
ويجب استشارة الطبيب إذا كانت المسافة الزمنية بين دورتين أقل من 23 يوم أو أكثر من 35 يوم. كمان يجب معرفة أنه مدة الحيض يلي هو مدة الدورة الدموية هي بين 3 و7 أيام. تتأثر دورات الحيض في بعض الأحيان بأنواع مختلفة من الإعاقات، فالنساء يلي بيصير عندهم إعاقات في وقت لاحق بيعانوا أحياناً من اضطرابات حيضية مؤقتة، أي خلل بالمسافة الزمنية ممكن أن تكون أسبابه إما هرمونية أو مشاكل عضوية بالرحم. دكتور رامي، هل صحيح الزوج أو الزوجة اللي عندهم إعاقة حكماً لازم يجيبوا أولاد عندهم إعاقة؟ مش ضروري أبداً. ليش؟ لأنه معظم الإعاقات سببها إما حادث أو مرض غير وراثي، وهي ما بتنتقل للجنين، وببعض الأحيان النادرة بيكون سبب الإعاقة وراثي وممكن هون تنتقل للجنين، والتحاليل الطبية الوراثية لازم تجرى للوالدين قبل الإنجاب. هل على المرأة اللي عندها إعاقة اللي هي حامل أنه دايماً تلجأ للولادة القيصرية؟ ممكن للحامل من ذوي الإعاقة أن تنجب بشكل طبيعي، أو ممكن تلجأ لولادة قيصرية إذا كانت الأسباب هي أولاً إذا كانت الإعاقة بتحول دون إمكانيتها عن إبعاد أطراف السفلى لفترة طويلة، أو إذا كان سبب الإعاقة عدم القدرة على تحريك أو توسيع عضلات الحوض، أو قصر حاد في القامة، أو لأي سبب من الأسباب العامة لدى الحوامل من غير إعاقة. دكتور رامي، هل في تحديات للنساء ذوي الإعاقة أنه يتلقوا فحوصات عيادية بعيادة الأطباء؟ طبعاً في بعض التحديات ممكن تواجه المرأة ذات الإعاقة لما تقرر تزور الطبيب النسائي. بطلب من كل امرأة ذات إعاقة جسدية، بالأخص يلي عندهم مشكلة بعضلات الحوض أو عدم القدرة على تحريك الأطراف السفلى، إنه تسأل الطبيب النسائي إذا بتواجد عنده طاولة الفحص يلي تنخفض خصيصاً للمرأة ذات الإعاقة الجسدية. ولازم تسأل الطبيب إذا هو مختص أيضاً بفحص المرأة ذات إعاقة، لأنه في وضعيات معينة للمرأة لازم تتخذها عند الفحص ولازم طبيبها ينصحها فيها. أما للمرأة ذات الإعاقة من غير مشكلة الأطراف السفلى أو عضلات الحوض، ممكن أن تزور طبيبها النسائي وتتلقى الفحص النسائي السنوي بشكل طبيعي مثل أي امرأة من غير إعاقة. طيب دكتور رامي، شو اللي ضروري نعرفه عن سبب تأخر الحمل عند النساء ذوي الإعاقة أو الإنجاب؟ أسباب تأخر الحمل مثل أي أسباب اللي عند نساء من غير إعاقة. مثلاً على كل امرأة ذات إعاقة يكون عندها معلومات تتعلق بأسباب تأخر الإنجاب. نسبة أسباب العقم عند النساء هي 35%، أما نسبة أسباب العقم عند الرجال كمان 35%. نسبة أسباب العقم عند الزوجين 15%، أما نسبة أسباب العقم الغير مفسرة هي 15%. أما أسباب العقم عند النساء هي أسباب تتعلق بالرحم، أسباب تتعلق بقناة الفالوب أو بأنابيب الرحم، وأيضاً أسباب تتعلق بالمبايض، وأسباب تتعلق بالغدد الهرمونية. للأسف لا يمكن اكتشاف جميع الأسباب. حوالي 15% من أسباب تأخر الإنجاب غير معروفة لغاية اليوم، ولكن بيبقى 85% تقريباً من الأسباب معروفة وتشخيصها بيكون عبر تحاليل هرمونية بالدم، أشعة الموجات الفوق الصوتية، أشعة بالصبغة للتأكد من سلامة الأنابيب أو قنوات الفالوب للزوجة، وتحليل السائل المنوي للرجل. دكتور رامي، شو هن الخطوات الأولى لازم يتخذوها الزوجين من أجل التسريع بالحمل؟ أول شيء لازم الزوج يخضع لتحليل السائل المنوي. أما تحاليل المرأة هي تحاليل هرمونية، أشعة الصبغة والموجات الفوق الصوتية. إذا كافت التحاليل سليمة والإعاقة ما بتمنع من إمكانية العلاقة الزوجية، هون من الممكن مراقبة الإباضة عند الزوجة والطلب منهم إقامة علاقة زوجية وقت التبويض. أما إذا كانت الإباضة ضعيفة، هون فمنعطي كمية قليلة من المنشطات الهرمونية لتحفيز البويضات. أما إذا كانت العلاقة الزوجية غير متاحة، هون ممكن اللجوء إلى التلقيح الصناعي إما عبر المهبل أو عبر عنق الرحم. دكتور رامي، أمتين الزوجين لازم يلتجؤوا للطفل الأنبوب؟ لازم الزوجين يلجؤوا لطفل الأنبوب للحالات التالية اللي أحكي عنها هلا. أولاً، انسداد بقنوات الفالوب عند الزوجة، ضعف بإنتاج الحيوانات المنوية أو انعدام وجود الحيوانات المنوية عند الزوج، أكثر من 3 سنوات بمحاولة الإنجاب وما في سبب لتأخر الإنجاب، تقدم عمر الزوجة بعد عمر 38 سنة، وعدم القدرة على الحمل خلال سنة من المحاولة. أسباب أخرى مثل اختيار جنس المولود
أو اختيار جنين خالي من التشوهات أو أي سبب يمنع من إتمام العلاقة الزوجية الكاملة. متشكرك دكتور رامي على كل المعلومات القيمة والمشجعة يلي قدمت لنا إياها. وميرسي لألك كتير. Thank you. ولهو منكون خلصنا المحور متعلق بالعلاقة مع الآخر، ورح ننتقل للأسبوع الأخير حتى نركز على العلاقة مع الجماعة الأوسع وكيفية التشبيك والمناصرة من أجل تحقيق أهدافك بالتغيير يلي عم تطمحي له.